في ثوب المنتصر، هكذا أراد إلهام عليف مخاطبة العالم. زيارة تحمل أكثر من دلالة، خطوط التماس فاذولي وجبرايل في محيط إقليم كاراباخ، يرفع الرئيس الأذربيجاني علم بلاده في مسرح الحرب. هنا غادر آخر جندي أرميني أرض المعركة، وللمشهد في تجلياته رسالة. في الأثناء العلم الروسي بات حاضرا، جنود روس في دوريات حفظ السلام. منظومات عسكرية روسية تنشر تباعا في 7 مواقع وفق اتفاق إنهاء الحرب. في البداية اعتقدنا أن الأمور ستكون صعبة على الأرض، كنا على استعداد لمجابهة أي سوء فهم أو أي من السلوكيات الاستفزازية. لحسن الحظ مخاوفنا كانت في غير محلها، استقبلنا استقبالا جيدا. في الكريملين خطوط حمراء ترسم، ومراجعة اتفاق السلام خارج الأجندة. في أنقرة أولى طلائع الجيش التركي تنتظر الضوء الأخضر للانتشار في أذربيجان. رمزية التاريخ وروابط الجغرافيا، خط ساخن على محور أنقرة وموسكو لتسيير دوريات مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، معطيات أعادت نفض الغبار عن قصة وجود تركي حارب البلاشفة على أرض أذربيجان قبل 100 عام لإحلال السلام. صمت المدافع فرض قواعد سلام تحمل توقيع المنتصر. في الأرجاء جراح لم تندمل ومآس تروى، تبادل جثث القتلى يتواصل. جنود في تعداد المفقودين وأرشيف الذكريات الأليمة يفتح، هي مخلفات حرب لم يزدل الستار على آخر حلقاتها بعد.